مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو سبين؟ ما هي ميزات سبين؟ ما هو سبين؟ هو مركز ألعاب بلوكشين من الجيل التالي، يهدف إلى الاستفادة من الأدوات الجديدة لويب 3 لتقديم تجربة شاملة. ما هي ميزات سبين؟ نطمح إلى التوجيه والمناقشة من خلال ألعاب بلوكشين. تم تصميم النظام البيئي كمركز ألعاب. يتكون سبين توب من 4 منتجين رئيسيين يعملون معا بطريقة اجتماعية ومبنية حول ملفات تعريف المستخدمين. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.